السلام عليكم. اليوم رانا في الطريق الوطني الرابط بين مسيدة والبويرة، وانا رانا في ولاية البويرة، ونلاحظ اشغال تاع الازدواجية تاع الطريق هذا، و فيه اشغال اذن ازدواجية الطرقات في ولاية البويرة، وسوف نصل اليها في فيديو اخر ان شاء الله، خاصة ما بين سور غزلان والبويرة اللي كاين طريق مكتمل، سوف نوصل ليه وندير عليه فيديو. الان رانا في عند المدخل تاع مدينة سيدي عيسى، خليكم تابعوا الفيديو حول اشغال الطرقات هنا في مدينة في بلد بالقرب ببلدية سيدي عيسى في ولاية البويرة. خليكم تابعوا الفيديو حول هذه الأشغال والطريق، وكذلك مناسبة لتتمتعوا بمناظر طبيعية جميلة في هذه المنطقة. أنا أشوف لابير ميكانيك بوكلة الرافعة، وين راهي الرافعات كيفاش راهي تخدم للصقل والتطويع الكتلات الجبلية، الكتلات الصخرية الجبلية، من أجل توسيع الطريق. إذن خليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم. هذه المشاريع والطرقات من على عامين ماضي، في أقصى حد على عامين سوف تنتهي الأشغال، تولي المنطقة روعة، يعني خاصة يعني في هذا الوسط الطبيعي جميل جدا عندما تكتمل الأشغال. أنا نلاحظ أعمال تاع جسر فوق خط السكك الحديدية، الجزائر التي تعمل في صمت. الجزائر هذه هي اللي تخدم في صمت. انا طريق دوليو باسكو ما نقدرش نريحو، رغم انه فيه خط مستقيم، لكن واش دير خط. انا هذه هي الخطورة تاع الطرقات هذه، صعيب والله، الا صعيب تقدرش تريح ورا الكاميو وتبقى تتبع فيه، حتى هو يولي يشك في روحه. فانت تشوف مركبة مثال، تكون مركبة اي مركبة، كاميو طنوبيل صغيرة، الا ما كانش تزرب وانت تقعد موراها ما تدوبليهاش، السيدي يولي يشك في روحه، انت ما تدوبليهاش يولي يشك في روحه، يقول لك صاحبي على ما وش بيها دار مرايا ما حبش يدوبليني. إذن لابد في هذه حاسة في هذه الحالات الآن رانا فيها، لابد واحد يدوبلي، وخاصة هي كي تكون طريق مستقيمة هكذا دروا ما تديرش لي كونتيني، كي تكون مستقيمة سهلة شوية الدوبلاج، تقدر تشوف عندك لافي ماشي كيما تكون منعرجات. نورمالمون لا لون كونتيني يديروها غير في المنعرجات، ما يديروهاش كي تكون لين كونتيني، كي تكون لين دروات.
عندنا ده هو يعني تحدي حجم التحدي يعني والضرورة أنت على الإزدواجية أنت على الطرقات نأكد عليها ضرورة ملحة جدا يعني قضية حياة أو موت لابد 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 من قضاء على هذه الطرقات هذه اللي راني فيها مثلا يعني والله فيها خطر كبير محدق في أي لحظة يقدر إنسان تراك تسوق ماكش دوبلي كاع راك تمشي نورمال عادي يجي هو مدوبلي يجي مدوبلي مقابلك يجيك ديركت تقول يجيك عندك ديركت وخاصة وراه على هذا الخطر نتاع ديباسمون على موميت لأنه الناس اللي تدوبلي كي تدوبلي راه يعقب السانكيام ويدير ويعفس على الاكسيليراتور ماشي بيه مينيموم يدير لك 80 ولا 90 كيلو ولا حتى 120 في بعض الحالات اكثر باش يدوبلي اذن الا كان فيه التحام زوج مركبات بهذه السيره خاصه المركبه اللي ماهيش مدوبليه اللي هي يجي ليها الاخر اللي مدوبلي عيبك باللي المركبه اللي ماهيش تسرع هي اللي تاخذ الشوك اكثر من المركبه اللي تسرع إذا كانت المركبة كبيرة شاحنة معمرة هاي تديك خلاص ترجعك تقول له دخل طنوبيل كي سردين دخل باطا سردين ولا تقول له مستفين داخل بلا ريسان ومستفين داخل باطا سردين كي شغلك في باطا كي شغل السردين داخل باطا سردين الله يرجعكم هكذا إذن يا عباد الله يا مسؤولين ديروا لنا هذه الازدواجية على الطرقات بعين اعتبار في كل الطرقات كل حياة كل إنسان كل نفس في أي منطقة في الجزائر فهي تحتاج إلى هذا الطريق هي غنية غالية غالية علينا كل نفس ما كانش نفس ماشي غالية ونفس لا لا ونفس كل نفس غالية السلام عليكم خويا البويرة منا شكرا الجزائر الجي الجي نروح البويرة وندور البويرة اه هاي لوطه هاي آه شكرا صافر ان شاء الله اه نترككم نكتفي بهذا القدر نترككم في عند الله يحفظه والسلام عليكم.